نشاهد الآن عملية إنقاذ، إن كنت تشاهد الشاشة الآن معنا، هذه عملية إنقاذ أخرى في أحد المباني التي تعرضت إلى انهيار جزئي في أضنة التركية بعد أن شاهدنا إنقاذ سيدة قبل قليل. الآن عمليات الإنقاذ مستمرة في هذا الحي وفي هذه البناية التي تعرضت طبعا لانهيار جزئي، وهي طبعا واحدة من البنايات التي تضررت. كان نائب الرئيس التركي يتحدث اليوم عن انهيار 1700 مبنى في تركيا جراء هذا الزلزال. الآن أحد هذه الأبنية التي انهارت بشكل جزئي وربما يعني تحطمت بشكل كبير، هناك من ينتظر المساعدة، أيضا هناك من ينتظر أن يتم إنقاذه وإجلائه من هذه البناية